نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوة والمشايخ، السلام عليكم ورحمة الله. بعد شكر الله سبحانه وتعالى وهو مزدي النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، نشكر عمنا الشيخ محمد عبد الله الحاج وأبناءه وأسرته الكريمة ليس لاستضافتهم لنا في هذه الليلة فقط، وإنما لها ولما قبلها من فتح دارهم وقلوبهم قبل دارهم لدعوة الله سبحانه وتعالى ولدعاة التوحيد وطلاب العلم. وهكذا عهدناهم وعاشرناهم ولم نجد منهم إلا الخير والابتسامة في وجوه الموحدين والإكرام غاية الإكرام، وهذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: لم يشكر الله من لم يشكر الناس، صححه الألباني رحمه الله تعالى. فنشكرهم على ذلك، ونسأل الله العلي القدير أن يعلي درجاتهم في جناته، ونسأله لنا ولهم ولكم جميعا أن يفتح لهم أبواب رزقه وأبواب بركته من السماء والأرض، وأن يبارك في مالهم ودارهم وأبنائهم وذرياتهم، إنه جواد كريم. ثم أما بعد، فقد فصل الشيخ الفاضل أبو بكر محمد أحمد آداب تفصيلا جميلا في مجمله في وصاياه لإخوانه من الدعاة وطلاب العلم، وكلامي زيادة وملخصات لبعض ما فصل، ووصايا في بعض الأمور المهمة في نفس المجال الذي تكلم عنه. أولا، علينا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، فمن لم يخلص النية لله تبارك وتعالى لم ينفعه علمه أبدا، وكان علمه وبالا عليه، ولو حفظ ما حفظ وعلم ما علم وعلم ما علم وفعل ما فعل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف: رجل عالم وقارئ فقد علم العلم للناس وقرأ القرآن وحفظه، ثم أتي به يوم القيامة فعرفه الله نعمه عليه فعرفها، فقال الله: ما فعلت؟ قال: يا ربي، تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك، فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار. ورجل جواد ورجل مجاهد، فكلهم دخلوا نار جهنم بسبب ريائهم وعدم إخلاصهم. قد قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الرب جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكل من رأيت له من الخلق وفعلت العبادة من أجله فهو لا يستحق شيئا من العبادة. والواجب أن تصرف جميع العبادات لله تبارك وتعالى من علم نافع وتعليم، ومن صدقة، ومن زكاة، ومن استغفار، ومن ذكر الله تبارك وتعالى، ومن دعوة إلى الله عز وجل. لابد أن تكون جميع العبادات خالصة لله جل وعلا. والرب تبارك وتعالى لا يريد منا كثير عمل بقدر ما أنه تبارك وتعالى يريد منا حسن العمل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. أصوبه ما كان لله، أخلصه ما كان لله، وأصوبه ما كان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ثانيا، علينا بالتأني في طلب العلم وفي العمل في الدعوة وفي كل أمورنا، وعدم العجلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العجلة من الشيطان، وإن والتأني من الله تعالى. رواه ابن عساكر وصححه الألباني في الصحيحة. فالعجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى، فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ففي العلم عليك بالتأني والصبر، وفي العمل في الدعوة عليك بالتأني والصبر وعدم الاستعجال. عدم الاستعجال في تبليغ الدعوة، وعدم الاستعجال في الحكم على المسلمين وعلى البشر وعلى جميع الناس، وعدم الاستعجال في التسرع في الفتوى، لأن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فسيسألنا الله تبارك وتعالى عما قلنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن أعظم الأقوال الباطلة التي سيسألنا الله تبارك وتعالى عنها القول على الله بغير علم. فإياكم والعجل في الفتوى، وإياكم والعجل في الحكم في الأحكام الشرعية وفي النوازل التي ليس لها إلا العلماء الربانيون. فنحن لسنا بعلماء، لسنا بعلماء، وإنما إن كبرنا ما كبرنا فنحن طلاب علم، لسنا بعلماء. علينا ألا نتعجل في الفتاوى، وألا نفتي الناس بالجهل، فيصدق علينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما ينتزع العلم بقبض العلماء، يعني بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كذلك هناك أمور حادثة في صفوف هذه الدعوة السلفية وفي صفوف أبنائها ومنتسبيها، فيجب علينا أن نتمهل وأن نكل الأمر إلى أهله. فقد نقل ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره أن الناس قد أشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته رضي الله عنهن. قال عمر: فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، هل طلقت زوجاتك؟ قال: لا. قال: إن الناس يتكلمون أنك طلقت. قال: لا. قال: فأخرج إليهم في المسجد فأخبرهم بذلك؟ قال: نعم إن شئت. قال: فخرجت فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه.
قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عمر: فكنت ممن استنبط. ففاز عمر بهذا الاستنباط وبهذه المنقبة العظيمة والمكانة العالية والمنزلة الرفيعة لأنه لم يتعجل، ولأنه رجع إلى أفضل أهل العلم على الإطلاق بل في الوجود، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أما بعد، فإني أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله، وأنا أنوم وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري. فعلينا برد الأمور المعضلة إلى أولئك، لأن الله تعالى أمرنا بالرجوع والرد إليهم. الرحمن: فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما يضرك أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان إذا سئل عن شيء لم يوحى إليه فيه شيء سكت حتى ينزل الوحي، فلما سئل عن الروح سكت حتى أنزل الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. واقتدي كذلك بالملائكة لما سألهم الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واقتدي بأعلم الأمة إلى يوم الدين بالحلال والحرام وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله يا معاذ؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. الليلة مع انتشار وسائل التواصل واتساب وفيسبوك وغيره تلقى جماعة بيفتوا يطرحوا مسألة فيظهر 18 عالم وليس فيه معالم، كلهم يفتوا. والله هذا من أخطر الأشياء في الدين، ويروى في الأثر: أجرؤكم على النار أجرؤكم على الفتيا، أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار، وأجرؤكم على النار أجرؤكم على الفتية. فنتقي الله سبحانه وتعالى. فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم، وفي لفظ أن تقول الله أعلم. وكان ابن مازن يسأل عن مسائل ومسائل ومسائل جمعها بعض الإخوة موجودة في اليوتيوب، المسائل التي قال فيها ابن باز الله أعلم كثيرة. شيخنا: سماحة الشيخ، ما قولكم في كذا؟ الله أعلم. الله أعلم. ما قولكم في كذا؟ الله أعلم. ما قولكم في كذا؟ الله أعلم. فتعود على قولك الله أعلم، يعلمك الله سبحانه وتعالى ما لا تعلم، وتتعلم هذا الدين، وهي دليل على إخلاصك لرب العالمين. ثم ثالثا: علينا بالتأدب مع بعضنا البعض، إذا اختلفنا في مسائل نتناصح بالأدب طالما أننا جميعا تحت غطاء الدعوة السلفية وتحت دائرة أهل السنة والجماعة، أن نتأدب وأن نتعلم كيف يكون الخلاف بين السلفيين بين أصحاب المنهج الحق، ألا نتشاتم في هذه الوسائل وسائل التواصل ونتلاعن في مسألة قد يسوغ فيها الاجتهاد، وليس منا أحد أهل للاجتهاد، ولكن نرد المسائل إلى أهلها ولا نتشاتم ولا نتلاعن، بل نتأدب ونأتي بفتاوى العلماء المعضدة بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. بهذا ننجو، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قال ما قولكم في شاب يأتي إلى معاهد العلم ولكن لا يقوم بكتابتها وتسجيلها إنما يسمع فقط، فما نصيحتكم له؟ الكتابة سنة من سنن الصحابة والسلف الصالح، إنهم كانوا يكتبوا العلم لأن الحفظ بالكتابة أضبط وأبقى وأدوم من الحفظ في الصدور. لذلك حرص العلماء من السلف على كتابة العلم وتدوينه، وكتبوا لنا الكتب والمصنفات والروايات فحفظت لنا بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فالكتابة مهمة جدا للطالب لكي يراجع ويحفظ ما كتب. قال هل تصح الصلاة خلف إمام أحيانا لا يكمل التكبير؟ الله أعلم، ما أدري كيف ما يكمل التكبير، الله أعلم. قال إذا قامت مجموعة من أصحاب المنهج السلف القويم، إذا قاموا بدعوة بعض أصحاب البدع كمنظمة أو جمعية تابعة للإخوان المسلمين، مثلا قاموا بعمل دورة في الحاسوب الخط ما واضح باقي الكلام، لكن كانوا فهمت السؤال. إذا كان أنت بتدرس الناس وأنت صاحب منهج صحيح، منهج سلفي صحيح، فالبتدرسهم ديل ما يضرك أيا كان طالما أنت صاحب منهج صحيح، وربما يكون ذلك دافع لنصيحتهم وإرشادهم وتقويمهم وإرجاعهم إلى السنة، فما في مشكلة. لكن إذا كان أهل البدع هم اللي بيدرسوك في مكان أنت فيه مختار، يعني لأنه في أماكن غيره وأنت باختيارك ممكن تمشي غيرهم، فهذا لا يجوز. حتى لو كان بيدرسوك أمر من أمور الدنيا والمكان أنت جيت باختيارك، يعني ما مثلا أنت جامعة بتقرأ فيها ما ممكن تخليها، لا، مكان باختيارك، يعني ممكن تمشي هنا ممكن تمشي هنا ممكن تمشي هنا، ما تدرس عندهم، لأنه في الغالب التلميذ بتأثر بأستاذه ويشابه في أقواله في أفعاله وفي منهجه. قال هل يجوز التعلم من أهل البدع أو الكفار؟ ما يجوز. قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال الله جل وعلا وما كنت متخذ المضلين عضدا. فلا يجوز أخذ العلم من أهل البدع، وحتى الشبهة التي يأتي بها أهل البدع ويستلونها من قوله تعالى حتى يخوض في حديث غيره، قال الحسن لا يجوز القعود مع أهل البدع ولو خاضوا في حديث غيره. قال لأن الله تعالى يقول في تمامة الآية فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. والناس جاية من بعيد يا جماعة، ما زال نطول عليهم، وما ذكر يكفي إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير.